شعر لحقة طبقا لتعليمات وتوجيهات السلطات العمومية في البلاد وعلى رأسها السيد الوالي والقاضية إلى ضرورة المحافظة على نظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء، نظمت بلدية بلعايبة في هذا اليوم أول جونفي 2022 حملة نظافة واسعة، وذلك بإشراك فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة في بلدية بلعايبة، ونذكر منها جمعية جزائر الخير وجمعية الشريف، ونشكرهم على المبادرة اللي قاموا بها. شاركنا في مبادرة خيرية واللهم لك الحمد، وهذه هي النعمة، ونخدموا ورانا نخدموا في البلاد الأمة والمصلح، طلبوا رب العالمين يجيب لنا اللي فيها الصلاح للبلاد والعباد.